سيد عبد السلام حسين احمد منصور. غرض من الطعن بالنقد ان شوكان ما يبقاش عنده سابقه على ان هو ما ارتكبش اي جريمه من الاساس، ما يبقاش عنده سابقه لانه زي ما قلنا كان بيعمل شغله وبس. احنا عايزين نشيل السابقه دي من عنده، وهنفرح شويه ان هو خرج، لكن في الاخر هنتخذ اجراءات قانونيه علشان نعيد محاكمته وناخد براءه ان شاء الله. مصطفى احمد محمد شعراوي عطيه اسامه